وزير الماليه. سياده الوزير اهلا وسهلا بحضرتك على الشاشه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك بحضرتك. سياده الوزير، ما اهميه الوثائق والاصدارات المؤمنه والذكيه لوزاره العدل ومن ثم للمواطن المصري؟ يمكن نتكلم على المالية بالدرجة الأولى. يعني بالنسبة للمالية، أنا عندي مثلا في ما يزيد عن 500 مليار جنيه من العقود اللي احنا عمليات بيع، عمليات شراء، عمليات انفاق، عمليات تحصيل. العقود دي لما بتتزور أو العقود دي بيحصل عليها تلاعب، معناها انها ممكن تضيع ايرادات على الدولة، ممكن تعمل مشاكل للدولة. فعندنا مثلا 15 عقد من عقود الدولة في عمليات البيع والشراء والإيجار والرهن وما إلى ذلك، تم الاتفاق على نماذج محددة اترجعت من مجلس الدولة، اعتمدها مجلس الوزراء، هنأمنها وتبقى مميكنة ومحدش يقدر يتلاعب فيها، لأن هي هتبقى معمولة بطريقة مستحيل حد يقدر يتلاعب فيها وموجودة على قواعد بيانات، وبالتالي يبقى أنا كده أمنت الدولة. أنا بالنسبة لي الجمارك، مستندات لما بتلاعب فيها تضيع على الدولة إيرادات جمركية، تخش بضاعة مش خالصة الضرائب والجمارك، تؤذي الصناعة الوطنية وما إلى ذلك. إذن تأمين المستندات وما إلى ذلك مهم جدا لإحداث التوازن مع الصناعة الوطنية في تحسين مستحقات الدولة. لو جيت أبص في الضرائب، الضرائب عندي مثلا مشتقات التبغ، السجاير وما إلى ذلك، لو عمليات التهريب والكلام ده يبقى معناها بدور الصناعة الوطنية وبضيع على الدولة حصيلة ضريبية. لكن لو قدرت أن أنا من خلال الطوابع الضريبية أو بيسموها البند وكده، يبقى اطمئن ان دي طالعه من المكان اللي هو بيدفع الضرائب، مش حاجه مزوره او حاجه مهربه ومحطوطه في المحلات. لو بصيت على ايضا الجهات الاخرى عندي في الوزاره والجهات التابعه، يعني بنتكلم مثلا على سبيل المثال الهيئه العامه للتامين الصحي الشامل، ديت باعتبار رئيس مجلس ادارتها بتطلع فواتير وبتطلع، يعني بيبقى في عندها روشتات بتحاسب عليها الصيدله الصيادله للاشعه وكده، لو دي حصل عليها تزوير او تلاعب فمشكله. لما نامن الحاجات ديت برضو من المهم جدا، ومش فقط تامين ورقي، لا كمان تامين من خلال منظومه، يعني اقدر ان انا اقرا من خلال يعني حاجات صغيره هي دي مزوره ولا ديت سليمه، واعرف البيانات بتاعتها من خلال تعريض جهاز صغير عليها على الباركود يقدر يقول لي كل المحتويات دي سليمه ولا مش سليمه. سيادة الوزير، في إطار وزارة المالية وعملها وروافدها كما ذكرت حضرتك، ما الذي كان يحدث سابقا قبل إنشاء هذا المجمع، وكيف تتغير الصورة؟ حضرتك تحدثت عن التأمين ومزيد من الإحكام، لكن لكي يدرك المواطن ينبغي أن يعرف ماذا كان يحدث والآن ماذا سيتم. في حاجات كنت مضطر ان انا استوردها، يعني لما اتكلم عن الطابع الضريبي اللي هو بيأمن الحاجة بتسميه البندرول، مضطر كنت استورد مثلا بنص مليار جنيه من اوروبا هذا النوع من الطابع الضريبي. في حاجات خلاص بتعامل معها يدويا بقى وكده، فكنا عرضة طبعا للتزوير وعرضة للتهريب وعرضة لحاجات كتيرة جدا. ان شاء الله بإذن الله مع المجمع ومع الاجراءات اللي هتتم يعني وبتتم خلال الفترة دي والفترة القادمة، اعتقد ان شاء الله هنقدر ان احنا نحوكم الامور اكتر من كده. سيادة الوزير، مؤخرا مصر في صورتها الحديثة هي تدفع بكل الامكانيات والقدرات الفنية والتكنولوجية لخدمة المواطن. الان ونحن في هذا الصرح، هذا المجمع وعمل وزارة المالية، ماذا عن العقول المصرية؟ ما الرسالة التي توجهها حضرتك ووزارة المالية الى هذه العقول التي قامت على هذا الصرح وستقوم بتشغيله؟ يعني انا هقول رسالتين. رسالة للشعب المصري ان التكنولوجي المستخدمة في هذا الصرح يعني من ادق والاكثر تقدما في العالم، وده شيء مش سهل انك انت تقدر تعمل هذا المجمع بهذا الحجم اللي هنتفرج عليه والتكنولوجي الموجودة، يعني هيساعدنا في تأمين مستنداتنا وهيساعدنا في الحد من التزوير والتلاعب وهيساعدنا من استيداء مستحقات الدولة. وعملنا صرح، احنا كنا بنستورد حاجات لا هتنتج عندنا في بلدنا فهيوفر لنا عملة صعبة. ده جانب. الجانب التاني بقول للقائمين عليه، يعني
ده شيء عظيم جدا، تفتخروا بان كنتوا تنتموا الى هذا الصرح العظيم. اعتقد هذا الصرح العظيم مش هيبقى مفيد لمصر بس، هيبقى مفيد للمنطقه العربيه، لانه اعتقد انه مش موجود في المنطقه العربيه، واعتقد في الافريقيه ممكن يكون اذا كان موجود في اي مكان محدود اخر. فبالتالي تفتخروا بان كنتوا معاكم هذا التكنولوجي وهذه الامكانيات وهذه القدرات، لان ده بيديكوا تميز، وان شاء الله باذن الله يعني تكونوا على قد الكفاءات وعلى قد التميز اللي احنا يعني متطلعين ان احنا نتميز من خلالكم فيه.